نستذكر استاذنا جدل كبير وقت البوليميك اللي عملها رئيس الجمهوريه فيما يخص الجرائم الانتخابيه، وعندما اصر والح اكثر مره انه راهي دائره المحاسبات او محكمه المحاسبات حاليا يلزمها تحاكم. ورغم كل الجدل هذاك شفنا جرائم وشفنا مؤخرا الاحكام القضائيه اللي قضت بعدم سماع الدعوة على الأقل مثلا في حركة النهضة قائمة تونس واحد، يعني عكس ما كان يتمناه رئيس الجمهورية. إذا حصل أن تواصل حكم السعيد بهذه الهيئة التي شكلها غدوة شبه جرائم التي أراد أن يكيفها سعيد نفسه، هو خلى القضاء وهو كيفها، قال جرائم يجب يتحاكموا ويجب يخرجوهم، يولي بطبيعه الحال واللي هو متحكم في كل صغيره وكبيره في الانتخابات، واي ربح بسهوله، قائمه تربح ولا مش عارف اشخاص بسهوله بقرار من رئيس الجمهوريه يولي يعلن يعني يسقطها ويعلن فوزه الابدي والساحق. هنا فعلا تكمن الخطوره الكبيره في حل الهيئه العليا المستقله للانتخابات. حكينا على العمل، والله الحقيقه ماذا بقي أن نضيف إذا كنا نراه الآن المسار الديمقراطي كله على كف عفريت؟ هل الأطراف الدولية قلت لي أنه البرلمان الأوروبي والبعثات كلها مرتبطة ورابطة صندوق النقد الدولي على الأقل بعودة ولو شكلية للمسار الديمقراطي، يعني لا ثمة لقروض؟ ومنذ يومين فقط عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي صرح أنه تونس تسلفت يعني من بنك أجنبي 700 مليون دولار لسداد أجور شهر أفريل. إذا كان يستمر هذا التعنت السياسي وهذا التعنت في تشكيل المشهد السياسي بعيدا عن الحد الأدنى متاع الديمقراطية، أكيد أن الدول المانحة وصندوق النقد الدولي اللي بقاه هو الوحيد الملجأ لينقذ ما أمكن من ميزانية 22 الفالسة، بطبيعة الحال تكون أستاذنا النهاية للأسف الشديد هو مزيد من التفقير، مزيد من التجويع، ونحن نلحظ ارتفاع المعيشة. وكان المعهد الوطني للإحصاء منذ أيام قليلة صرح بأنه نسبة التضخم 7.2 خاصة بشهر مارس، اللي قبله كان 7 واللي قبله 6.8، بالتالي ثم عزلة دولية، ثم أزمة سياسية خانقة، والأخطر هو أن تستمر هذه الأزمة الاقتصادية والمالية. كلمة أخيرة أستاذ معثر الوزير السابق وأستاذ القانون الدستوري. شوف أنا حبيت أقول نأكد على أهمية وأن هذا الإجراء هذا اللي هو استفزازي وهو أخطر إجراء، وهو يريد أن يشكل به مستقبل للحياة السياسية والاجتماعية في تونس، وأن كل الـ يعني المكاسب قد أهدرت. حاب نقول على المستوى الاقتصادي أنا أتهم الحكومة وأتهم قيس سعيد بأنه يريد تشويه الشعب التونسي، لأن على الرغم من الأوضاع هذه الاقتصادية وما يجب هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في سبيل على الأقل نخرج من العزلة الدولية ونفتح الأبواب ونمشي لصندوق النقد الدولي نعود التفاوض معه وناخذ الإجراءات الكفيلة باش نرجعوا عجلة الاقتصاد، ما ثم حتى إجراء في هذا الاتجاه، بالعكس الأمور تزداد تفاقما. هو ثم الإجراء في الرئاسة ركزا ما نسمع لها أي شيء، كأن الأمور ما يماش. هذا سيؤدي إلى تجويع الشعب التونسي. وبدأت اليوم أنا في رمضان اليوم شفت واحد صاحب مغازة قال لي الشيفر دفير بتاعه معناتها القص بشكل كبير وهو من العائلات المتوسطة، قال لي راهي الناس ما عادش تشري، ما عادش عنده فلوس، وقال لي خلاء أسعار مشط، لكن لا أحد يهمه هذا. هذاك علاش الشعب التونسي انتظروا المجاعة، والمجاعة مش تؤدي إلى القلاقل الاجتماعية، لكن هل أن الحكومة هل أن قيس سعيد مشغول بهذا الموضوع؟ لا يا سيدي، مشغول بمشروعه بغير لك تو الهيئة المستقلة للانتخابات باش يردها الهيئة الرئاسية الخاضعة للانتخابات، وتو غدوة باش يخدك القانون الانتخابي باش يغيره، وبعد غدوة مش يحل لك البلديات ومش يعمل لك الاستفتاء مزور ويعمل لك انتخابات مزورة وانت ماشي ويا شعب جديد استنى حتى يجيك كيفاش يقولوا الخير من عند السماء ان شاء الله. هو للأسف الشديد الأرقام والتقارير تقول المجاعة ان شاء الله ما تكونش تنتظر الشعب التونسي، والشعب
ما زال عنده أمل في سياسة السيد رئيس الجمهورية ينتظر. تذكر أستاذنا أنه رئيس الجمهورية اقترح أنه عمل ترتيب أكبر فاسد ما يمشي أكثر منطقة فقيرة، يعني أكيد المناطق هذيك مستوياتها ضعيفة ما زالت تنتظر في قدوم أكبر فاسد. الناس تنتظر في التنمية ومناطق تنتظر في أكبر فاسد باش يهل عليها بالهلال باش يغير وقعها الاجتماع. أحلى مثل يقول لك السنة يا جازة حتى يجيك القمح من باجة، هذا هو اش باش يصير. استنى ما جات الشركات الاهليه وما جات هذا تفعيل هذا الصلح الجزائي اللي هو معناته نتاع قانون نتاع ابتزازات مش شيء اخر، وحتى يلقاو اكبر الفاسدين باش يجي الافقر معتمديه اللي ما كان سويت الارض وكل شيء معناتها اصبح معناتها في أسوأ حال. هذه الكل راهي كل اكاذيب كلها افتراءات، هذا ما لا هو مشروع اقتصادي ولا هو مش يعمل تنمية، فقط هو عبارة عن حليب شات باش يصبر الناس ويحب تحت سياط المجاعة والخصاصة يفرض عليك نظام سياسي واجتماعي جديد. هذا هو صلب المشكل، المجاعة والخصاصة الاقتصادية وفي نفس الوقت غصب عليك نظام اقتصادي واجتماعي جديد. ماشي يبرك الدولة ويفدت المجتمع ويبعثنا إلى معناتها ما لا يحمد عقبه. نسأل الله السلامة التوانسة، لأنه في الأخير بفعل المواطن الزوالي هو الذي يدفع الفاتورة، وللأسف الشديد كثيرون تأملوا في سعيد وفي خطاباته وفي مشاريعه، للأسف الشديد هذه حقائق. بعد 9 شهور لا شد فاسد لا جاب مليم، بالعكس كل يوم هتشوف فيه وأكبر خبير اقتصادي التونسي كيف يدخل يديه لجيبه يشوف في نهار ونهار ونهارين تزيد الفلوس وتنقص، هذا واقع يشوف فيه التونسي. نتمنى النخبة السياسية أن تنجح في إدارة خلافاتها السياسية، ولكن في نفس الوقت تدافع عن مكاسبها، لأن المكاسب هذه راهي ماهيش منا لا من قيس ولا من قبل ولا من بعده، هذه مكاسب دم التوانسة. الوفاء لدماء الشهداء يكون بالوفاء لدستور 27 جانفي 2014 الذي صوت ويعني زكاه 200 نائب من جملة 217، يكون الانتصار للمؤسسات الديمقراطية التي بيضت وجوهنا في المحافل الدولية، وليس بمزيد يعني تركيز السلطة في يد شخص واحد.